واجه رئيس هند راس المخلوع خوسيه مانويل زيلايا انذارا الى الحكومه المؤقته التي اطاحت به من السلطه اواخر الشهر الماضي في انقلاب عسكري لاعادته الى بلاده. وهدد زيلايا خلال مؤتمر صحفي عقده في نيكاراغوا انه ما لم يتم اعادته لمنصبه قبل نهايه هذا الاسبوع فانه سيلجا لوسائل اخرى من اجل استعاده السلطه دون ان يحدد تلك الوسائل. وأضاف زيلايا أن عدم استجابة قادة الانقلاب سيجبره على إعلان فشل جهود الوساطة التي يقوم بها رئيس كوستاريكا. من جانبه أعلن روبرتو ميتشيليتي الذي تولى رئاسة في هندوراس أن الحوار الذي بدأ بوساطة كوستاريكا حول الأزمة في البلاد قد يستأنف السبت القادم. En el momento que el presidente Arias nos convoque.